ازيكم؟ رجعت بوصفة تانية برضو النهاردة. هنعمل شيش طاووق بطريقة سهلة وحلوة. بقى زهقنا بقى نعمل حاجة خفيفة كده. بس قبل ما ابدأ احب اشكركم جدا. خلاص الحمد لله وصلنا للألف. بس هعمل حملة وعايزاكم تساعدوني فيها، حملة دعم عشان نوصل للألف التانية. فهنزل رابط القناة في الوصفة، وعايزاكوا بقى يعني انتشروا، انشروا الرابط ده في كل حتة عشان نوصل للألف التانية بإذن الله، ونسبة مشاهدات عالية عشان نقدر نفعل قناتنا. وهبدأ بقى في المقادير. هعمل شيش طاووق. طبعا عندي فراخ، صدور فراخ متقطعة كده. انت ممكن تعمليها بالوراك، هو اصلا بيتعمل بالوراك بس انا بحبه بالصدور. فانا جايبه بانيه مقطعه كده اهو مربعات، وعندي بصله، ميه بصله، وعندي فلفل احمر وفلفل اخضر، وعندي كوبايه زبادي عليها معلقه مايونيز. عايزه تستغني عن المايونيز وتكتفي بالزبادي براحتك، انا بديكي اختيارات. وعندي بقى في التوابل فلفل اسود، كزبره، رشه قرفه، بابريكا، بصل بودر، ثوم بودر، بهارات فراخ، وملح. وبرده حاجه اختياريه، انا هحط هوت صوص، بحط شويه يعني قليلين. عايزه تحطي حطي، مش عايزه ده اختياري. هنبدا مع بعض. هنجيب الزبادي، هنحط عليه مية البصل، وهنحط عليه التوابل كلها كده، وهحط عليهم شوية زيت، معلقة. وهقلبهم مع بعض. انا بقى ما بحطش بصل ولا احط في السيخ، يعني في السيخ ولا بصل ولا طماطم ولا الكلام ده. بحط فلفل احمر وفلفل اخضر وبس، بيدي لون. والفلفل ده اصلا بيتاكل احلى من الفراخ، احلى من الشيش طاووق. وزي ما قلت لك، هي اصلا من الشيش طاووق بتتعمل بالوراك، وراك الفراخ. بس انا بستسهل بصراحه، وما بحبش الوراك قوي يعني، فبعملها بالصدور، وما عنديش حد بيحب وراك كتير يعني، فبستخدم البانيه في التتبيله في الشيش طاووق. هجيب بقى الخلطة دي وهنزلها على الفراخ المتقطعة عندي كده اهو، وهحط شوية هوت صوص وهقلبهم في بعض. وهسيبه بقى في التتبيلة دي اقل حاجة برضو ساعتين. بس كده هغطيه واسيبه بقى ساعتين وارجع نشوف هنعمل ايه. الفراخ عندي اتبلت اهي. هبدا ده عصيان الشيش طاووق. انا عامله فيها ايه؟ انا غلياها في ميه، يعني حطاها في ميه مغليه وطلعتها عشان ما تتحرقش مني وانا بشوي. اوكي، هجيب بقى قطعه
الطاووق اللي عندي اهو، وهعملها كده. لا استنوا، الاول هاخد قطعة من الفلفل، وبعدين هدبس الشيش طاووق كده، واحدة فلفلية خضرة، واحدة تاني فراخ طاووق، واحدة حمرة فلفل احمر كده كده، بملى السيخ كله. اخر واحدة، ويبقى معايا السيخ اتملأ اهو، هقفله بفلفلية خضر. هعمل واحدة تاني، هاخد بقى واحدة خضرة المرة دي، هبدأ بيها. قطعة فراخ، فلفلية خضرا، وهتفضلي كده بقى لحد ما تخلصي المقدار اللي عندك كله. ده عندك شواية ممكن تقليه في شواية على البوتاجاز، ما عندكيش شواية بوتاجاز وعندك شواية كهرباء تقليه في تشويه على الكهرباء، ما عندكيش لا ده ولا ده، ممكن في أي طاسة وهتحطيه وتوطي عليه النار وتحمريه تشويه في زيت خفيف في أي طاسة. ده الشيش طاووق اهو، بعد ما عملته كله وخلصت الكمية كلها هبدأ بقى اشويه. انا مولعة الشواية اهو، هدهنها بس زيت اهو كده. حطيته كله، واول ما يتحمر هطلعه واوريكم الشكل النهائي. الفراخ عندي اتبلت اهي، هبدا ده عصيان الشيش طاووق. انا عامله فيها ايه؟ انا غلياها في ميه، يعني حطاها في ميه مغليه وطلعتها عشان ما تتحرقش مني وانا بشوي. اوكي، هجيب بقى قطعة الطاووق اللي عندي اهو، وهعملها كده. لا استنوا، الاول هاخد قطعة من الفلفل، وبعدين هدبس الشيش طاووق كده، واحدة فلفلية خضرة، واحدة تاني فراخ طاووق، واحدة حمرة فلفل احمر
كده كده، بملى السيخ كله اخر واحده، ويبقى معايا السيخ اتملى اهو، هقفله بفلفلايه خضر. هعمل واحده تاني، هاخد بقى واحده خضر المره دي، هبدا بيها قطعة فراخ، فلفلاية خضرا، وهتفضلي كده بقى لحد ما تخلصي المقدار اللي عندك كله. ده عندك شوايه ممكن تقليه في شوايه على البوتاجاز، ما عندكيش شوايه بوتاجاز وعندك شوايه كهرباء تقليه في تشويه على الكهرباء، ما عندكيش لا ده ولا ده، ممكن في اي طاسه وهتحطيه وتوطي عليه النار وتحمريه تشويه في زيت خفيف في اي طاسه. ده الشيش طاووق اهو، بعد ما عملته كله وخلصت الكمية كلها هبدأ بقى اشويه. انا مولعة الشواية اهو، هدهنها بس زيت كده، هبدأ أرش بقى اهو كده، حطيته كله، واول ما يتحمر هطلعه واوريكم الشكل النهائي. اهي دي هي اتحمرت كده خلاص، وعندي فحمه هنا مولعه حطيتها في النص، هطفيها بشويه زيت وهغطيها على طول. وده الشكل الاخير اهو للشيش طاووق معانا بألف هنا. ان عجبك ما تنسيش لايك كتير وشير كتير، ويلا باي.